يسعد لي مساكم وصباحكم، يا رب بكل خير وحياكم الله جميعا. يسعد لي قلوبكم وين ما رحتوا. اليوم اللي بصلح الدجاجة، هذا هينا جالسة بطريقة مختلفة شوي. أول شيء بناخذ الخضار وبتبلها عندي هنا بهارات، طبعا الخضار اللي حنتم تحبون. أنا حطيت بطاطس وجزر، شرايح ليمون، كوسة وقرع وفلفل أخضر وثوم اللي حنا مفرزنينه. نجي هنا للبهارات، بنحط البهارات بشكل العادية وملح وفلفل أسود وبابريكا، اللي يحب يحط كمون يحط، بس أنا لأنها مخلطة مع البهارات خلاص تكفي. كب البهارات وحركها مع الخضار مرة زين، يعني أخليها تتداخل. زيتون وكلها أرجع أقلبها مع بعض. بحط عليها الآن مكعبين ماجي من الماجي اللي حنا مفرزنينه مع بعض قبل، تعرفونه طبعا، طلعتها قبل شوي من الفريزر عشان تذوب. بحط مكعب روزماري اللي هو كليل الجبل وشوي جاف، شوفوا هذا فيه مجفف غير اللي مفرزن. بحط بعد شوي زيت. ناخذ الخضار ونحطها بصينية الكيك، الصينية هذه اللي لها العمود المرتفع نحطها فيها، نفس الصينية اللي كان فيها الخضار بنفسها نحط بهارات وشوي ثوم وبهارات مشكلة وملح وكزبرة ناعمة، خلطهم كلهم مع بعض مع زيت زيتون. الخلطة هذه اللي قلت لكم اللي هي ثوم زيت زيتون والكزبرة والبهارات والكمون والملح نمسج فيها الدجاجة من برا ومن جوا بعد. كمل وارجع لكم. بعد الخضار حطيت الدجاجة مثل ما قلت لكم على العمود حق صينية الكيك، أبغى أقصدرها الآن وأدخلها الفرن. تقريبا تأخذ لها 35 إلى 40 دقيقة بالقصدير، وبعدين عاد بفتح القصدير عشان يتحمر الخضار والدجاجة.